مشكلتنا اختي احنا توكي احنا ناقل بذايا احنا 14 كرهبة بريسك نوقفوا لنا من شيء من ايامات بن علي من وقت بن علي احنا نوقفوا هذه هي بلاصتنا صباحنا اليوم جات رئيس بلديه جديده هذيا خرجت بالذات نقل بضايع عليه فهمتني انت تشوف البلاك انا تجي تصور البلاك اختي كيفاش في الازرق ونقل بضايع عليه فهمتني يعملوا لنا حل والبراينيه هذا ما يقفوش اعطيك البراينيه احنا براينيه احنا براس كل براينيه فهمتني ما تقفش عملوا لنا حل كسيد رئيس الوالي كالمعتمد نختيرها عطونا بلاصه باش نبل لواجات احنا مربوطين باللواجات كاك اليوم انت باش تجي مش تعبت من اللواج شوف تلقى نقله بضايع احنا لا برمش الواد هذا لا ما ثم حتى واحد بنات يقراو في الجامعه مش تحاول تبشر تجيك للواد واحد مش يبعث مرته للواد باش تجيك للواد امشي لسوق السبت سوق السبت عندك خميس وجمعه وسبت هذا ما توقفش فيه دور قال لك انا مش نصور 10000 ولا 20000 باش نصورهم يندور بهم مزوطه فهمت ما عندكش الحق عاملين لنا سابو عاملين لنا نقل عاملين لنا سابو عاملين لنا المرور ضربه اثنين جايك عنده يعملوا لنا حل امس عملت شكون عملوا الوسخه طلعوها امس من الشوارع مخ يوقف الاولاد الناس اللي الاولاد نظفت امس في الشارع وجاي تقول نقل بضايع علاش نقل بضايع علاش نقل بضايع هاي كرم ونوقفوا في الخط الازرق قالت لا ممنوع عليك ما فما مواطنين لقد الناس لقت في خبز توني عجبتني باش نوقف انا هنا باش نوقف انا هنا من صباح ربي باش نصور 10 فرنك ولا 20000 ولا 2000 ولا حتى ما عرفش هي يعني بينك الرب يعني هذه خدمه نخدم فيها يعني نقل بضايع انت ما الواحد من الهم هي خدمني قولها قال لك خدمني ونمشي نخدم فيها البلديه ما باش يقبلونا واش عندنا احنا عندنا ديماكسوات احنا عندي ديماكس نخدم بيه في الكونترين ما مانيش عندي شرط كتكات ولا شرط سيزي ولا شرط حاجه شنو قلت لنا في السوق السبت في السوق السبت شكون يطلع لك في السوق السبت بعدين قلت لنا تمشي للواد الواد شكون يطلع لك انت في الواد لان تمشي تكري في كاميون تطلع في الواد هاني تحب تعمل تنظف البلاد وتريق البلاد حول مرش اللي قرو حط فيه اللواجات حط فيه الكروات وحط فيه كل شيء وقتها البلاد تنظاف ما تجيش مثلا تجي في وسط البلاد فين في وسط البلاد في باب حرني مش في زوز ماهيش ولايه هذه حمزوز هذه مالا في كودا ولا في القلعه اش بيه نورمال الناس توقف نقل البضايع هذا ما عندهمش حق باش يوقفوا هنا وعندهم بقعه في جهه شو اسمه سوق السبت عندهم بقعه غادي في سوق السبت وعندهمش حق باش يوقفوني انا حاوكونا احنا اللي عندنا الكهرباء انا واحد من الناس عندي عكاز يلزمني نخلي بقعه يخليوا لي بقعه ثم في اللحمه والابيض نجي امتى نجي العشره ونص حتى نصف النهار في المكتب نتاع المتقاعدين اذا ما يشدوا لي الكهرباء لكن الوقت هذاك ظلموني نطبق قانون انا ندخلها في جهه سناد هنا فما ونلقى بقعه كان لقيت بقعه ثم وما لقيتش بقعه هنا ولقيت بقعه ثم قعدت ما لقيتش بقعه لا من هنا لا من هنا واحد ما نقعدش